انا كنت قفلت الباب ده من زمان، ما بفكرش في الجواز، ما كنتش اعرف ان في رجاله بتطبطب. نفسي ادوق طعم الطبطبه يا سمير. اصل كل الرجاله يعني اللي تقدمولي من عين الضاحي جايين للست الكسر اللي ما بتخلفش، والرزق الضيق بيريح صاحبه يا اخويا. عارف انا حسيت بايه لما اكرم قال لي تتجوزيني؟ ايه؟ حسيت ان انا ست الستات. الدم جري في عروقي، نسيت كل الحاجات اللي حصلت لي قبل كده كأنها ما حصلتش. مش هقول لك بقى الكلام اللي بيقولوه في الأفلام والمسلسلات وعمري ابتدى من جديد، بس الفرحة اللي بحس بيها لما يطل عليا بتشرح قلبي، بتصبرني لحد ما يطل من جديد.